يا فرج الله، يعني الناس لما بتستنى سنة 2 3 5 10 15 17 حد يصدق ان في زوجين ممكن ينتظروا حمل بعد 17 سنة من جواز مليان مشاكل؟ احكي لي ال 17 سنة. عملت حقن مجري مرتين، عملت منظار. لما عملت الحقن مجري مرتين وما حصلش حمل حسيتي بايه؟ يأس وحاجات كتير. اللي بتعمل حقن مجري وما بتحملش بتعتقد انها عملت احسن حاجة توصل ليها العلم، ايه بعد كده؟ بيجيبوا البويضات تحت عينيهم والحيوانات المنوية تحت عينيهم وبيخصبوهم وبينقلوا الجنين عادي جدا في الرحم. ايه يعني الرحم مش هيمسك؟ نسبة الحقن المجهري، نسبة الحمل فيه من 30-40%، في احسن الاحياء 50-60%، ده لو انت اخترتي ناس تخلف لوحدها. فبالتالي هو مش وسيلة لكل الناس، بعض الناس اللي محتاجاهم. مفيش عشان انا مستعجلة، مفيش عشان انا قلقانة، مفيش عشان انا سن بيكبر، في عشان اسباب معينة عند المرأة واسباب معينة عند الرجل. عملتي منظار ليه؟ هو الدكتور عمل له منظار عشان تكاسل من 2007. 2007 ل 2023 بتتكلمي 15 سنة. بعد ما بطلتي تدوري على الحمل، بعد ما خلاص ادوكي منشطات للتبويض تملى الصيدليات اللي حواليك، زهقت منها بصراحة، قالوا لك على أيام التبويض وعملتي كل المحاولات إن يحصل حمل فيهم ولم يوفق. طب منظار ولا حاجة، طب مرتين حقن مجهري ولا حاجة، خلاص أكيد لأي حد. ولو ناس مش مؤمنة بربنا كده خلصت، يقول لك إيه أنت هتعندي ربنا، ده أنت عقيم. بصراحة جوزي يئس، بس أنا كان أمل في ربنا إن شاء الله ربنا يديلي. عملت إيه في الفترة الأخيرة؟ عملت تكميم. كان وزنك قد إيه؟ 137. كام دلوقتي؟ حالاً 96. 40 كيلو؟ ركزتي إنك تخسي، بدأت تهتم بصحتك، أتاري وأنت صحتك بتتحسن قلبك اتحسن وكبدك اتحسن ومبيضك اتحسن. فبدأ يتكلم المبيض، اتكلم فعمل ايه؟ طلع اشارة صغننة لقطتها للأنبوبة، طلع لها حيوان ابن حلال خاصة بالبويضة المرة دي. بعد 17 سنة انتظار حامل، حملت وكانت تظن ألا تحمله. الحمد لله، ينبئنا ويخبرنا الله ان هناك داخلنا كثير من الأسرار لا يعلمها إلا الله. حامل في 4 أسابيع دون أن تعرف انك حامل. أيوة، لأن أنا كنت جاي لحضرتك يوم 20/8 اللي عمل تحاليل مخزون بويضات واستنت البرود تنجي ما جاتش. مبروك بجد، الله يبارك فيك. ربي قال في آية قرآنية أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فكمان حتى لما بنحط الحمل داخل الرحم بإيدينا برضو ربي اللي بيزرعه. فمبروك وعايزين نفرحك. مبروك.